تعالوا بقى ندخل عالم التعبئة والتغليف من خلال شركة مصرية عملاقة وليها اسمها بجد أمانة بلس لمواد التعبئة والتغليف والأكياس البلاستيك. هو بالمناسبة استثمار عائلي لآل فهمي وبيشتغلوا بخبرة 38 سنة. دلوقتي هنقابل المهندس رشاد فهيم فهمي رئيس شركة أمانة بلس، وبالمناسبة هو مهندس ميكانيكا وعنده هواية خفية كده وهي تصميم أجزاء في خطوط الإنتاج فترفع كفائتها. والله عندنا جدعان بجد في تصنيع المعدات وخطوط الإنتاج، ركزوا معاه. النهاردة احنا من أكبر المصنعين لمواد التعبئة والتغليف. مظبوط. المسيرة مشيت ازاي؟ المسيرة في بدايتها طبعا الجيل الأول اللي هو بابا واخواته ابتدوا ان هم يعملوا اكياس وشنط للسوبر ماركت والاستخدام المنزلي والحاجات المحليه دي. قعدوا طبعا فتره طويله جدا لان هم ابتدوا من الصفر، تعبوا جامد وربنا كرمهم لغايه ما يعني احنا كبرنا شويه وبدانا ننزل معاهم الشغل، بدانا نسافر بره نشوف المعارض نشوف ايه الجديد في الحته بتاعتنا دي، وبدانا ان احنا نعمل احلال وتطوير للمكن بتاعنا بحيث ان هو يدينا انتاج اعلى وجوده اعلى وتكلفه اقل اذا كان في الكهرباء او في العماله. من هنا لما بدانا ان احنا نخفض التكاليف طبعا في زياده، حصل زياده في الارباح، بدانا ان احنا نزود نفس المنتج، وبعد شويه لقينا كل شويه البرو المكسب بيقل نتيجه ان في شركات بتطلع بتجيب مكن اسعاره قليله جودته قليله وتبيع بسعر قليل، فبالتالي والمنتج نفسه سيء. المنتج سيء بس مش كل المستهلكين بيفهموا ان ده مش كويس، وبالتالي اثر علينا وعلى مصانع اللي هي شغاله مظبوط بورق بضرايب بفواتير، وبالتالي كان التفكير ان احنا نطلع شويه من عنق الزجاجه ونفكر ان احنا نعمل منتج قريب من منتجنا بس بيبقى فيه نسبه ربح اعلى شويه، وهو مجال التعبئه والتغليف اللي هو حضرتك اي حد عاوز يعبي اي حاجه باي شكل انا بعملك الكيس المناسب ليه بحيث ان هو يفضل محفوظ على حسب مده الصلاحيه اللي حضرتك بتحددها معايا، بنعمل الكيس المناسب ليه. بس طبعا كان الاجراء ده عشان احنا ناخده طبعا كان عاوز راس مال عالي جدا ومخاطرات عاليه جدا. انت عشان تجيب كان في حدود قد ايه راس المال حضرتك تتذكر؟ احنا ابتدينا براس مال حوالي 20 مليون علشان نقدر نجيب خط الانتاج اللي يبتدي معايا من المرحله الاولانيه لغايه اخر مرحله بحيث ان انا اقدر اوصل للاند يوزر او يعني المستهلك الاخير وما اضطرش ان انا اروح اعمل مراحل تانية في شركات تانية. تمام. عشان يبقى كله تحت الكنترول عندي بالجوده بتاعتي، مفيش حاجه تطلع من عندي من الشركه غير لما تبقى فعلا موصفه على حسب طلب العميل. تعد ان اي حد عنده منتج مصري وعايز يعمل له عمليه تعبئه ومحتاج حد يدرس معاه شكل الكيس اللي يعمله ايه. مظبوط. ازاي ممكن ما يدخلش هوا جوه المنتج بتاعه؟ تمام. ازاي يحفظ المجمد مجمد؟ مظبوط. في عند حضراتكم ناس تساعد؟ الناس بتساعد جدا، سواء حضرتك العميل هيجيني الشركه هيبقى احسن قدامه كل العينات يقدر يشوفها، في عملاء بتطلب انها تشوف المنتج بتاعه وهو شغال على خط الانتاج بوريه لها، مش عاوز يجي انا بروح له ببعت له حد من المبيعات عندنا ويطلع معاه كان حد فني او حد من التصميمات عشان هو يعمل له التصميم بتاعه. في النهايه انا بعمل له من اي تو زد زي ما هو عايز. بتصمم كمان يعني مش لازم اجيب لك التصميم بتاعي؟ لا خالص، انا عندي ولو جبته لك تقدر تشتغل جداً. عليه جدا. انا كده كده بعمل تصميم فري، لكن انا حد جاي يعمل تصميم من بره من الاساس ما عنديش وقت اعمل تصميمات خارجيه، فلكن هو ممكن يجيبه لك جاهز وانت حضرتك تطبعه بالظبط كده. ده طبعا بيوفر وقت كتير وبيوفر مجهود وبيوفر حاجات تانية كتير، انما في الاخر اي منتج هيك عاوز تعبيه تغلفه باي شكل باي مقاس احنا بننفذه. شغلانه او مصانع الاكياس البلاستيك هل هي باقيه ولا في تهديد ليها عشان الورق والحفاظ على البيئه وتدوير البلاستيك وكلام من ده؟ بص انا زي ما قلت لحضرتك احنا بنبص على ايه جديد، فاحنا شغالين في الجديد والقديم مش ما لغيناهوش غير لما الدوله تقول خلاص استوب. يعني جديد مصانع الورق اللي هي شنط الورق اللي بتعملوها حاليا مصنع فعلا. احنا اوريدي متعاقدين على مكن ورق ومكن شنط قماش علشان نواكب اللي مطلوب في السوق الطلب وفي نفس الوقت انا لو حصل عندي دروب في البلاستيك ما اعش